تحت شعار أرض اللوزي ثروة الغد، افتتحت بتفراوت فعالية الدورة 11 لمهرجان اللوز. حفل الافتتاح ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي وشخصيات أخرى. معرض جد مهم لكي يعطي الواحد دفع بهذا يعني السلسله ديال اللوز في بلادنا، واللي كتوصل المساحه ديالها 250 الف هكتار، واحد الانتاج اللي كيفوت 150 الف طن. المساحات غادي توسع ان شاء الله في المستقبل، خصوصا في اطار الفلاحه التضامنيه اللي غادي نوسعوا في يعني في المساحه ديال الغرس، وكذلك التثمين كنركزوا على التثمين، وكيكون عندنا واحد البرنامج ديال دعم التعاونيات ودعم المنتجين المحليين. المهرجان المنظم بين 23 و 25 فبراير الجاري في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 خصص له فضاء تبلغ مساحته 2000 متر مربع، ويتوقع أن يستقطب أزيد من 80 ألف زائر. هذا المعرض كيعرف مشاركة أزيد من 100 تعاونية وجمعية في المجال المنتجات الفلاحية مجالية، منها 56 تعاونية حصل على علامة الجودة وعندها علامة لونسا، والباقي تعاونية تعمل في مجال الفلاحة. المهرجان فرصة لتطوير تراث الأطلس الصغير وتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية من خلال ترسيخ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين سلسلة اللوز التي تعد رمزاً للمنطقة.